جدي كان رايد، أقتل واحدة بينه وبناتها طار. يا مري لا، اوعك تعملها، حرام عليك. خايفة عليها ولا خايفة علي؟ احلف لي انك ما هتأذيش الست دي. احلف لك يا زينة، واعمل لك كل حاجة رايداها وتتجوزيني. اتجوزك؟ انا بحبك يا زينة، بحبك وما قدرش استغنى عنك. بتحبني؟ أول مرة دي البيت فتح لحد، أول مرة أحس إن رأيت واحدة في الحلال. قولي إنك موافقة زينة، قولي إنك موافقة وأنا أتجوز عرفي. لا ما أقدرش. تقدريش ليه؟ ها؟ أنا هجيب لك كل اللي نفسك فيه. هعمل لك كل حاجة رايداها، أنا معايا فلوس كتير. لا ما اقدرش ما اقدرش. ما تزعلش مني، انا ما اقدرش اتجوزك الا بموافقه امي، ومأذون يكتب علينا وشهود وزفه وليله وفرح. انا اعمل قدي كيف؟ انت ايه حكايتك؟ انت حتى ما قلتليش على اسمك. ريتني اقدر اقول. انت مش قلت انك بتحبني؟ يبقى خايف مني ليه؟ ده انا اللي المفروض اخاف، وانت حابسني وخاطفني. قولي، افتح لي قلبك، يمكن اقدر اهون عليك. انا رايد افتح لك قلبي يا زين. من زمان ما لقيش حد احكي له كل النار اللي قايده جواي. وانا هجيب لك المصحف واحلف لك عليه ان اللي هتقوله لي هيفضل سر بيناتنا طول العمر.